بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن يا شباب ندخل على الفيجوال ستوديو كود. اليوم يا شباب ما راح أطيل كثيرا في الموضوع، راح أتحدث اليوم ببساطة وبسهولة عن الجافا سكريبت. الجافا سكريبت يا شباب هي لغة برمجة متكاملة مختصة في إشي اسمه فرونت إند. في الامتحان عندك بقول لك لما تصمم الصفحة أنت بتحدد لي وتشرح لي عن الفرونت إند والباك إند. طبعا لما يجي يقول لك اشرح لي عن الفرونت إند تقول له والله استخدمت الجافا سكريبت واستخدمت ال HTML. ال HTML الجافا سكريبت تعتبر للفرونت إند. الفرونت إند هي الواجهة التي سوف يتعامل معها مين؟ المستخدم. حلو؟ طب شو الباك إند؟ من اسمه باك خلفي. في عمليات راح تتم بالسيرفر. وين راح تتم؟ الفرونت إند بتتم في البراوزر اللي هو مستعرض اللي بظهر للمستخدم. انت منزل عندك إج، هذا هو يعتبر الفرونت إند. الكود راح ينكتب إليه راح يظهر إليك كمستخدم، هذا فرونت إند. الباك إند هذا شغله في السيرفرات، في السيرفر. أحسن لما تعطي أنت بسوق دوت كوم أو الأمازون أو السوق المفتوح تقول له ابحث لي عن سيارة كامري، هذا معناته في عنده قاعدة بيانات. وين بتكون هاي قاعدة البيانات؟ في الفرونت إند عندك على جهازك كمستخدم ولا في السيرفر في الباك إند؟ أحسنت. الآن اللي بده يتعامل مع هذه الداتابيز ويبحث داخلها عن سيارات الكامري ويجيب الريزلتس، بعدين يعمل ريجينريت لكود ال HTML ويعرض لك ويبعث لك إياه على البراوزر. شوف أنا بحكي لك، لكن للأسف ما عنديش وقت أشرح بالتفصيل، ما في عندي وقت. لو عندي وقت لرسمت لك، لو عندي بالجامعة بجيب لك السلايد وبجيب لك بفهمك بالملي كيف الإجراءات. فانت عمي بعمل ريجينريت. مين اللي بعمل ريجينريت الكود؟ مترجم البي اتش بي. لانه بالنهايه لما يجي الكود عندك على جهازك شو بكون مكتوب؟ باي لغه يا حلوين؟ ابي احسنت، بال HTML. اذا مين؟ انا ما سمعتش، معلش يا صابر سامحني. اذا مين اللي فعليا بيشتغل الشغل اللي هو البحث او الرابط بالداتابيز والبحث داخلها او اضافه على الداتابيز او الحذف من الداتابيز، وبعمل ريجينريت للكود بال HTML؟ لانه البراوزر بالنهايه ما بيعرف غير ال HTML. الجافا سكريبت اضيفت على مين؟ على ال HTML. لكن في النهايه حتى لما تعمل رن للجافا سكريبت بده يتحول الكود لايش؟ ل HTML. يعني بعطيك شويه ديناميكيه حركات الجافا ولكن بالنهاية لما بدأ تعرض على البراوزر بدأ تعرض بال HTML. وضحت؟ فأنا بكتب PHP في على الباك إند عند السيرفر، لكن حبيبي لما بده خلص تعمل أمورك تمام، لما بده يرسل الصفحة بده يرسلها بال HTML. أحسنت. واحد غير بحثه، كان ببحث على الكامري، بحث الآن عن مين؟ عن سيارة مثلا هيونداي. الآن راح طلبه للسيرفر، السيرفر الآن أعاد البحث من خلال برنامج البي اتش بي، طلع له السيارات الهيونداي، عمل ريجينريت أو جينريت لل HTML بيج اللي تعرض على صفحة اليوزر، قال له ابعتها، بعتها وصلت لصفحتك، انفتحت، شفت السيارات. وصلت؟ طيب الجافا سكريبت شو الفرق بينه وبين البي اتش بي؟ انا شغلي لما بقول لك بي اتش بي معناته باك اند، معناته انا اللي فعليا بقوم بتنفيذ الوظيفه داخل مين؟ السيرفر. واضح؟ بينما انا لما بكتب جافا سكريبت بتكون مسؤوليه المستعرض تبع المستخدم. يعني ما ترجعليش، السيرفر بقول له ما ترجعليش. ايوه انت ببرمجك بالجافا سكريبت، طلب منك شغله انت بتلبي له اياها. يعني انا ممكن اجي افتح صفحه وانا ابرمج بالجافا سكريبت اقول له غير لي اللون، اعطي المستخدم امكانيه تغيير لون الخلفيه. احسن. فباجي انا هنا على لون الخلفيه مثلا، بضرب مثال،
وباجي بقول له بطلع لي هون مثلا شاشه فيها الالوان بختار اللون اللي بدي اياه. بضرب لك مثال انا فاهمني، هاي مكتوبه باي كود مش بالبي اتش بي، بالجافا سكريبت. ليش؟ لانه هاي مسؤوليه مين؟ المستعرض اللي هي لليوزر. واضح؟ ففي امور بقول لك انا كسيرفر ما تراجعنيش، ما هو مش كل صغير وكبير تراجعني. طبعا انا بقدر اغير اللون من خلال البي اتش بي، لكن تخيل لو انا بدي اهتم كسيرفر بالصغائر، معناته عمرنا ما بنمشي خطوه، بصير ضغط شديد على مين؟ على السيرفر. فانا بعطيه شويه امور يحلها بنفسه اللي هو المستعرض، خيارات. فهي بتنكتب باي لغه؟ بالجافا سكريبت. اعمل له آلة حاسبة. طب انا بقدر اعمل بالبي اتش بي آلة حاسبة؟ لا يا عمي، اعمل له آلة حاسبة لما بنزل صفحتك تطلع له الآلة حاسبة بالجافا سكريبت. حسابات ال HTML ما كانش فيها ايش؟ حسابات. الجافا قلنا لك سكريبت تعتبر لغة برمجة، فيها variables، فيها if statement، فيها loop statement اللي هي الفور والوايل والدوايل، برمجة عادية. ممتاز. فمطلوب جدا، بطلبه في الأسواق وإن كان هلا خف، بطلبه مبرمجين بسموهم فرونت إند. بقولك أنا ما بدي أشتغل في الباك إند، أنا خلص عندي مبرمجين، بس فرونت إند التزويق والحلاوة، وحط اللي بلت للألوان يختار منها اليوزر مش عارف إيش والقوائم. فبطلبه لما يقولك فرونت إند على طول بالك وراء بروح على الجافا سكريبت أولا، ثم الـ HTML والـ CSS، هذول هم لغات الفرونت إند. انتهى الموضوع. نرجع لموضوعنا. عشان نستخدم الجافا سكريبت في الفيجوال ستوديو كود بدي اضيف اكستنشنز. الاكستنشنز، اول اكستنشن بدي اضيفه هو الجافا سكريبت، او بتكتبها كاملة. طيب، ما حد سألني يا استاذ هل في علاقة بين الجافا والجافا سكريبت؟ شوفوا يا شباب، الجافا لغة عامة أكثر، لكن هي النقطة الآن ليش سموها جافا وجافا سكريبت؟ هل في تشابه وتطابق 100%؟ لا، ما في تطابق 100%، ما في تطابق 100%، لكن تشابه بنية اللغتين. لما تشوف برمجة على الجافا وجافا سكريبت تجد في إيش؟ الإف والفور متشابهات وكذا، سموها جافا سكريبت. وإيش؟ سكريبت يعني مقطع. جافا في تشابه ولكن ليست مطابقة، بمعنى مين الإمكانياتها أعلى؟ الجافا طبعا. الجافا إمكانياتها بالنسبة لها غير محدودة. أول ما كتبنا جافا سكريبت طلع لي هذا صاحب ال 14 مليون تنزيل بتنزل لي إياه، وهو كود سنيبتس فور جافا سكريبت. تمام، خلاص عملت له انستول. طبعا أنا عامله انستول من قبل. خلصنا. ممتاز. الثاني اسمه نود دوت جي اس. نود دوت جي اس مليون ونص تقريبا منزلينه، وهذا بتعلق بالاوتو كومبليت. مليون ونص واحد بني ادم ثبتت واضفت على المترجمات مترجم كود الجافا سكريبت. الثانية بتعمل لك اوتو كومبليت، يعني انت مش راح تكتب الاوامر، بدك حدا يساعدك نعم يكمل لك اياها، زي انتليسنس تكست. ايوه، يلا يا شباب نبدا بكتابة اول كود جافا سكريبت. قبل ما نبدا بكتابة اول كود جافا سكريبت بدي اياك تعمل لي هذا الكود اللي امامك. طبعا انا ما عملت اشي، تبدو بس نعمل صفحة جديدة. طيب ولا يهمك، أنا بدي أمسح اللي عندي عشان نشتغل مع بعض واحدة واحدة. طلع معي. طبعا هون الشيفت مع علامة تعجب وبتضغط انتر عشان يعطيك الستركتشر الطبيعي لأي إيش. الآن بتحب التايتل تغيره مثلا documents، تقول له جافا سكريبت طيب. الآن عندي البادي، طلع معاي هون. الآن رح أبدأ بأول أمر جافا سكريبت اللي هي أوامر الإخراج. رح تقولي ليش إخراج؟ لأنه دائما بأي لغة برمجة شو بقول لك؟ لازم تطبع لي ويلكم تو إيش؟
تو اسم اللغة، تو جافا، تو جافا سكريبت طبعا. فأنا كيف بدي أطبعها؟ ببساطة شديدة عشان تكتب كود داخل ال HTML، أن هذا كود إيش اسمه؟ هذا الكود HTML. بدي أستخدم الجافا سكريبت، فقدامي الآن أكتب سكريبت، كلمة أو وسم اسمه سكريبت. طلع أعطاني بداية ونهاية. بين البداية الأوبن تاج والكلوز تاج هذا بدنا نكتب كود جافا سكريبت، واضح؟ إذا الجافا سكريبت ممنوع تستخدم الكود مباشرة داخل HTML، لازم تعطيه وسم سكريبت. زمان كانوا يجبرون إجبار، لازم لما تكتب سكريبت تعطي خاصية اسمها لان، يعني لانجوج اللغة، وتحط يساوي وتكتب جافا سكريبت، لازم عشان تفهمه بالعربي. هيك انت بتشتغل الان بلغة مين؟ اما اليوم بس تكتب سكريبت لحاله هو بفهم انه مين، ما فيش عندنا سكريبت غير مين؟ عين الجافا. واضح؟ فكتبت هذه صح، كتبت التانية صح، بفهمها لحاله البراوزر. حلو الكلام. الان بدي اخذ وارحب فيكم في البداية. هلا الجملة هاي راح تصعب علينا؟ لا مش راح تصعب علينا ان شاء الله. ركز معي. انا الان قبل السكريبت ما استخدمه بدي اعمل H1 بتعرفوه اللي هو الهيدنج. احسنت، ماشي. بدي اترك النص، ما بدي اكتب نص، النص راح يجي منين؟ من السكريبت. احسنت، من الجافا راح اتركه، بس بدي احط له الخصائص التالي. بدي اعطيه الاي دي، ضروري الاي دي، وبدي اسميه نعم انترودكشن يعني. واذا بتحب خصائصه زي ايش خصائصه؟ الستايل تبعه. احسنت، الفونت. احسنت، الفونت سايز بدي اياه مثلا اكس 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 لارج. وعندي يا سيد العزيز هنا عندي الفون الكلر اللون. طبعا هلا بقولوا الالوان مش عاجبتنا استاذ، يا عمي انت اللي بدك اياه بس خلصني. هاي انا بدي اختار لك الوايت، عاد اعترضوا عاد. والباك جراوند، لا ما بدي اعمل باك جراوند يا زلمه، حرام عليك. خلاص هاي رد اشي الوان من اخر يعني، وغير لون الخط وشكل خط بدك اياه. طب يا استاذ بدنا النص، النص راح يجي منين؟ من السكريبت. اول طريقه، ركز معي عشان مش راح اعيد شرحها غير مره واحده. اول طريقه يا شباب هي اني اكتب دوكيومنت. شو معنى كلمه دوكيومنت؟ شو المقصود فيها دوكيومنت هون؟ المستند اللي قاعد تشتغل عليه، واضح؟ المستند اللي هو هذا ملف الHTML اللي قاعد اشتغل عليه. دوت جيت، هاي موجودة حتى بالبي اتش بي. element by id، شو معنى get element بالانجليزي؟ اللي شاطر بالانجليزي شو معنى get؟ احسنت، احصل على العنصر من خلال الID تبعه، امسك لي اياه. طب مين اللي عندنا حطينا له ID يا حلوين وبدنا نمسكه؟ احسنت، شو سمينا؟ احسنت، بحطها بين علامات تنصيص وبقول له انترو، ولازم هو الزلم يساعدني. نعم، سنجل. هلا هون بده يدور في الدوكيومنت على اللي له الاي دي انترو يمسكه. شو بده يسوي هون؟ بضغط في دوت انر اتش تي ام ال. شو يعني انر اتش تي ام ال؟ يعني امسك لي محتوى هذا العنصر. شو محتوى هذا العنصر يا حلوين؟ ايوه، وين الكلام؟ احسن، فاضي. هذه الجملة دوت انر اتش تي ام ال لها فائدتين عظيمتين. احسن، اذا بدي انا بجيبه من خلال هاي الخاصية، واذا بدي اغير المحتوى بغير من خلال هاي الخاصية. هل انا بدي اغير ولا بدي اجيب؟ لا بدي اغير، عشان هيك حطيت له يساوي. يعني خذ روح الدوكيومنت، جيب لي الاي دي، مسكه قال له محتوى فاضي يساوي المحتوى اللي بدي اكتبه الان. شو بدي اكتب يا حلوين؟ احسنت، ويلكم تو
the welcome to Java script. رحبوا في الزلمة اللي مش عارفين منهم. بعد ذلك بنعمل run عشان نشوف. ما تنساش أول جمل في الجافا سكريبت الأبدين ناخد لغة أساسياتها تختلف على الشمال. لازم تنتهي الجملة بفاصلة منقوطة، يعني كأنك قريب من الجافا. أحسن زي السي بلس بلس، زي السي أس أس. لازم فاصلة منقوطة. ودير بالك هاي مش لغة برمجة يا حبيب. شو معنى مش لغة برمجة يا حبيب؟ شو معنى كلامي؟ يعني مش راح تلاقي الكومبايلر وقف وقال لك شو نسيت ترى فاصلة منقوطة، وإنما راح يمشي لك إياه وما راح يطلع ناتج. أحسن. لا مش مستحيل، بدك تمشي ستيب باي ستيب. ضبط عندك وعلى الستيب اللي بعده ضبط عندك، وفي عندك خيارات التعطيل عشان تعمل اختبار لبرنامجك. يلا السلام عليكم، نرجع لموضوعنا. الرن ممتاز. ويلكم تو جافا سكريبت. انا حطيت لون خلفيه احمر واحتج علي شو اسمه. امور قد تخطئ بها قبل تنفيذ البرنامج. اول خطا ان واحد منكم يكتب لي الاتش 1 هاي تحت السكريبت. اذا كتبت تحت السكريبت لن يستطيع العثور عليها. جيت اليمنت باي اي دي لازم يتطلع فوقي، فوق جمله السكريبت وليس تحتيها. هاي اول خطا اللي كتب الاتش 1 تحتيها. ممتاز تحت السكريبت. الخطأ الثاني انك تكتب ال H1 يا سلامة جوا السكريبت. واحد كاتب السكريبت وكتب لي H1 جوات السكريبت. حبيبي هذا كود HTML، هذا كود سكريبت. احترم نفسك واعطي كل ذي حق حقه. سؤال، لو كنت كاتب محتوى في ال H1 قبل، يعني لو كاتب انا هون مثلا اسم ايوه أحسنت بروح. أحسنت محمد السلاوي، ما هو عشان زعلتك فبديش أبدأ أراضيك بأسلوب غير مباشر. طيب الآن يا شباب كتبت محمد السلاوي، هون راح إيش أطبع؟ هل بيبقى النص ولا بدمجهم ولا بحذف النص الأول؟ بحذف النص الاول، لاني انا قلت له انر اتش تي ام ال مسك هذا العنصر محتواه، هاي عنصر ضل له محتوى. اكتب لي عليه ويلكم تو جافا سكريبت. جربوها يا شباب راح تجدوا في شيء تغير. ويلكم تو جافا سكريبت. خلصنا نرجع ل الان يا شباب هاي سكريبت. حلو الكلام، خلصنا. مش لهالدرجه الطول بصراحه، هيك اوفر. نرجع لموضوعنا. أنا الآن بدي أقوم بالأسلوب الآخر للإخراج، الإخراج على الصفحة. أحلى واحد مين للإخراج؟ راح أنتوا تجاوبوني عليه في نهاية ما أخلص الأنواع الأخرى من الإخراجات. هلا أنا راح أفصل بينهم، اعذروني، يعني مش راح أخليهم سكريبت واحد، لأنه بصير أعملها بسكريبت واحد، بس بدي أعمل سكريبت، هذا بدي أعطله. كيف أعطله؟ لا أنا بالـ HTML لسه. علامه تعجب يا زلمه، هاي لا علامه تعجب ولا شيء. انتم مش طالعين على الشاشه ولا انا بكتب لحالي؟ ولا يا زلمه هاي تبعت الاتش تي ام ال، وهذا كله لحد الان. هذا ايش؟ هذا تاج للاتش تي ام ال، والسكريبت تاج للاتش تي ام ال. مالكم؟ انا مش جوا السكريبت. لو جوا السكريبت بدي استخدم الكومنتس تبعت مين؟ تبعت الجافا سكريبت. شو الكومنتس تبعت الجافا سكريبت؟ تعرف شو الكومنتس؟ زي تابعت الجافا اللي هي ايش؟ سلاش 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 سلاش. طيب الان بدي اكتب يا شباب سكريبت للطباعه بالاسلوب الثاني. شو الاسلوب الثاني؟ بدي ادخل بتعريف المتغيرات. يا سلام، هلا دخلنا تعريف المتغيرات. نعم بنعرف متغيرات. كيف نعرف متغيرات؟ تكتب var عند اول استدعاء للمتغير. تكتب ايش؟ var. لا هذا معناها بدي اعرف كلمه var يعني variable. ان او 1
أيوة بدي أنشئ متغير إن أو وان وأعطيه قيمة هي يساوي مثلاً أعطيه 6 فاصلة منقوطة، لا تنسوا الفاصلة المنقوطة لأنه سلامة وغيره ممكن ينساها. الآن var number 2 يساوي 3 فاصلة منقوطة. var والله صعبة هاي result تساوي NO1 زائد NO2 فاصلة منقوطة. بدي أطبع الناتج يا حلوين. أحسنت. هل أنا أروح أعمل الحركة الأولى H1 وأعطي ID أو أعطي باراجراف وأقول له ID؟ يجوز يجوز ويجوز. إذا أنت مستعجل تطبع مباشرة كيف؟ بتقول له document dot write اطبع. وين دي اطبع؟ لا لا ولا إله دخل في الH1 ولا إله دخل بالH1. وهي الH1 بديش أنا مش ألغيتها، هاي بدي أرجع لك إياها عشان تعرف شو بدي اطبع. هاي اني لغيتها عشان جبت سيرت بس الH1 بالعاطل، وأنا ما برضاش حدا ينسب علي. نيجي الآن يا شباب بنحط string عادي زي لغة البرمجة، بقول له the result is وبحط زائد يعني اعمل concatenation وبعطيه الرس بس، ولا تنسى الفاصلة المنقوطة بس. شو معنى هاي؟ انت اهلا درست برمجة. الزائد يعني الحقها بالنص، حولها لنص والحقها. طبعا بدكم كمان، شو رأيكم ينزل سطر؟ شو رأيكم ينزل سطر؟ خلينا الآن نكتب مثلا إز. شو بتحب نحط يا شو بتحب نحط جملة؟ The result is طولي بالك. ما حط لا حطيت فراغ، هي حطيت فراغ. بدك يساوي يا عم، هي يساوي وبعديها عفوا وبعديها احط لي ايش 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 بدي احط؟ والله بنعرف the result is كذا good. انا كل هدفي احط لك هذا البي ار. شو معنى البي ار يا حلوين؟ variable. طلع عليها منيح، ما تطلع على وجهي، طلع عليها. شو هذا؟ هذا كود ايش؟ كيف استخدمه بالجافا سكريبت؟ لا يا حبيبي، لا يا حبيبي افهم الكلام. لا 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 طولي بالك. هذا حبيبي قلت لك قبل شوي بس انت نايم كنت، وانا عارف انك كنت نايم لما قلت لك كود الجافا سكريبت بده يتحول في النهايه لايش؟ هذا كله بده يتحول ل HTML. فلما يجي هذا بين علامات التنصيص راح ياخذه كما ويوديه للبراوزر، فراح يطلع ذا ريزلت از عند كلمه ريزلت المتغير بده يعوض القيمه. طب في بي ار، بي ار بدها تروح على البراوزر فراح يعرف، فراح ينزل سطر. معنى ذلك لو اجيت كتبت له هون تحتيه جمله document dot write اطلع فتحت قوس وكتبت له this is the fairest program in Java script اطلع معي هون. لو شلت ال br وشلت ال good بديش اياها، نشوف كيف راح تطلع المتغيرات. اعمل run اطلع the result is يساوي 9 جابها على نفس السطر. فهمني؟ بينما انا لما قلت له يا حلو زائد انزل سطر هاي تاج بي ار، فهو اخذ بين علامات التنصيص كما هو وداه للبراوزر. بي ار عند البراوزر شو معناها؟ انزل سطر. شوف اعمل run. يا سلام نزل سطر. حلو الطباعة. طب واحد بقول يا استاذ بصير اعمل حركة في النص، كيف يعني حركة في النص؟
يعني طالما انا هذا اللي بكتبه بالنص بين علامات التنصيص راح يروح للبراوزر كما هو، هل يجوز ان اعمله باراجراف؟ طبعا يجوز تعمله باراجراف يا حلو، طبعا يجوز. وهي تسكيرة الباراجراف، اذا ما فهمتش اللي بشرحه اعمل له ايش؟ دروب. هل يجوز اعمل له ستايل؟ طبعا يا حبيبي يجوز انك تعمل له ستايل يساوي وعلامات تنصيص وتقول له فونت ايش؟ فونت سايز، وتحط نقطتين وتكتب السايز تبعه، مثلا خلينا نقول 50 بكسل، واضح؟ هلا صار عندي مشكلة بمين؟ علامات التنصيص. فأنا عشان أتخلص من هذه المشكلة بخليها إيش؟ سينجل. ونجرب ونجرب. طلع the result is، طلعت بالحجم الكبير. ليش؟ لأني بكتب كود عادي، هذا راح يروح كله للبراوزر، فهمت؟ لأنه الجافا سكريبت تتحول للبراوزر. مش على جسم الصفحة، هاي على element عنصر. الطريقة الأولى كانت على من خلال element عنصر، جبته من خلال إيش؟ الآن يا شباب الطريقة الأولى عرفناها من خلال ID، الثانية كانت مباشرة على الصفحة وكتبت كود HTML عشان تعرف CSS style. الطريقة الثالثة من خلال ويندو موجودة، هاي سكريبت ثالثة ومن خلال ويندو موجودة. الآن بدي أعرف برضو المتغيرات. زمان وانا صغير كان زمان يجبرونا نكتب بالجافا سكريبت كلمة var 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 var، واذا كان constant شو بدك تكتب؟ const. شو بدك تكتب؟ يعني انت هنا بدك تكتب له ايش؟ const، عشان ايش؟ تعرفوا انه ايش؟ انه constant. طب شو الفرق بينهم؟ لو اعطيته const x يساوي مثلا 6 فاصلة منقوطة، واعطيت let y، هلا بصافوا الشباب، 10. الليت هي زيها زي الفار، هذول الاثنين متغيرين. بدك تستخدم هاي الكلمة فار كأول مرة تستخدم فيه او بتعرف فيه الفاريبل او تستخدم ليت، يعني خلينا نعتبر معناها ليت، ماشي؟ وفار نفس الاشي. اما الكونستانت لا، شو معناها؟ ثابت. شو معنى ثابت؟ لو اجا واحد امور هنا قال لي بدي احسب لك الريزلت، يا سلام، طول لي بالك، هاي ريزلت تساوي الواي، طول لي بالك، بس هاي اكس فاصلة منقوطة. يا استاذ يا استاذ يا استاذ، في اشي لاحظته؟ شو اللي لاحظناه؟ انه ريزلت ما كتبنا فار ولا كتبنا حتى ليد، مع انه عرفناه اول مرة. نجيبك بانك يا امور لست بحاجة لكتابة فار او ليد، مش اجبارية. طب ليش اعطيتنا الفار وضيعت وقتنا والليت وضيعت وقتنا؟ هو بس لت وعجن على اساس انها ليت. بنقول لك لا يا حبيبي، لانه النسخ القديمه كانت تجبرك تكتب لما تعرف المتغير كاول مره قبل الاستخدام تعرف فار، لكن النسخ الحديثه بتقول لك كتبت ليت، كتبت فار، ما كتبتش انا مسامحك. ممتاز. اما كونستانت لازم كونستانت انه ايش؟ انه ايش؟ فاذا يا شباب كونست وليت، لما بدك تعرف كونست في النسخ الجديده لازم تكتب كونست عشان خليه كونستانت ما يتغير قيمته. بينما ليت كتبتها او ما كتبتها، فار كتبتها او ما كتبتها، زي هنا ريزلت ما كتبت انا لا قدامه فار ولا ليت، فهو بيعتبره خلاص فيريبل.
الآن عشان أعرض الناتج بدي أستخدم الطريقة الثالثة اللي هي الويندو. الويندو شو معناها؟ الدوكيومنت معناها المستند اللي هو ملف ال HTML. الويندو اللي هي نافذة البراوزر. نافذة مين؟ البراوزر اللي بدها تعرض. فأنا بكتب له ويندو دوت alert تنبيه alert أو alert لا alert هاي بتعطيك تنبيه وبتطلع لك هيك الشاشة هسه بتشوفها بس تشوفها هسه بنطلع لك إياها the result نفس النتيجة the result is وبعطيه ايش هذه دير بالك ما بكتب كود HTML هون ليش هذا متعلق بنفس البراوزر في نافذة البراوزر مش تكتب لي هون كود HTML خلاص بتكتب له result وانسى الموضوع هاي result وفاصلة منقوطة ما تنساش شوف الان كيف بيطلع الناتج اطلع run اطلع طلعت نافذة من ايش من البراوزر هيها the result is 16 ممتاز احسنت 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 يا شباب طبعا مش فاهم عليكم ولا شيء بس احسنتوا على الويندو على نافذه البراوزر alert معناها تنبيه the result is الرساله اللي بدها تطلع طلع هنا اطلع فراح يطلع عندك ايش طبعا نسكر ونعيد لانه ما بتطلعش غير ايش اول مره نعم نشوف يا شباب شباب ما عندي وقت اشرح الديباجينج شفتوا النقطه الحمراء هاي لما كانت موجوده هاي اللي انت بتحطها هاي عشان تختبر برنامجك بسموها بريك بوينت هاي للديباجينج لتتبع الاخطاء اذا معاي وقت اشرح لكم اياها راح اشرحها بس الان خلينا نخلص اطلع معاي طلعت الرساله ذا ريزلت از 16 هل بتلاحظوا شيء شو مثل مين احسنت اللي ورا ما بينه غير لما عملت اوكي خلص شغله الويندو بعدين راح مسك الملف بعدين ايش سوى بعدين بينه طبقت الان يا شباب لو صولت لك نفسك يا عبد الرحمن وحطيت للواي قيمة تساوي بدل ما أنا حاططها قديش كنت حاططها 10 حطيتها كم 30 ولو أنا سولت لي نفسه حطيت عند الإكس تساوي 5 أيوة لما نيجي نعمل ران لن ينفذ وين راح يا حبيبي ما طلعش إشي ما طلع لي فوق إشي ولا الناتج ولا شيء لأنه هنا خطأ اكتشف خطأ بس شوفوا صعوبة كتابة الكود بلغة لا تعتبر لغة برمجة بتخطأ بس ما بدل لي زي البايثون زي السي الخطأ هنا ليست في الواي الخطأ في الاكس بصيرش اعطيها وهي معرفة كونستانت احسنت فاللي بدي اعطلها كيف اعطلها في الجافا سكريبت بس لا بس سلاش سلاش انت جافا مش HTML اما الواي هي 30 يعني كم 6 في 30 قديش 180 ليش زائد اسف ضربتهم 36 عرفت يا شباب خلصنا الى جمله طالما اخذنا الكتابه يعني بده يكون في ايش احسنتوا ممتاز في ثلاث ريدات انا بقول لك بس انا مش معك بس كمل يلا يا شباب الان مطلوب نتعرف على اسمك شوف الحركه انا بدي اعطل هلا الكود هذا اسمحوا لي احذفه انا من عندي بدي احذفه في عندك اشكاليه اشكركم يا شباب طب انا مش احذف كله بس احذف اخر واحد اللي هو الويندو لانه حيظل متعبني شوي شباب لو فرضنا انه بدنا اياك هيك تطلع علي يا امور تدخل اسمك اول ما تيجي الصفحه تدخل اسمك وبعدين يكتب لك اياه في جسم الصفحه
خلينا ناخذ اول شيء القراءه. بدي اعرف متغير نيم بده ياخذ من جمله القراءه. شو جمله القراءه؟ القراءه بده يقرا بنافذه الويندو وليست المستند. المستند الدوكيومنت مش راح يقرا منه، راح يقرا من نافذه البراوزر الويندو. لا ما بتقدر تحددها لانه هي اصلا ما بتعطيك هاي الامكانيه غير الويندو، البراوزر نفسه، البراوزر نفسه مش الصفحه. هاي ويندو زي ما طبعنا بالويندو، هاي المره بدنا نقرا بالويندو. هنا بدل ما كتبنا اليرت هناك بدنا نكتب، او هون بدنا نكتب برومبت. لقن لقن يعني اعطي، لقن يعني للقراءه هاي بالعاميه عشان تقرا. بقول له بليز انتر يور نيم، مش تروح تنام، فيش زوائد، فاصلة منقوطة. الآن راح تطلع لك شاشة في الأعلى نافذة تنبثق من نافذة البراوزر ويقول لك دخل لي بليز انتر يور نيم. دخلت النيم، وين بدي يتخزن؟ وين بدي يتخزن؟ في متغير اسمه نيم. ما كتبتش بار يا أستاذ، حتى لو ما كتبت بار قلت لك خلص أمورك تمام. أي شيء بتقرأه من الويندو دوت برومبت شو بعامله؟ معاملة إيش؟ معاملة إيش؟ أي شيء بتقرأه بالبايثون من خلال إنبوت معاملة سترينج. لكن الجافا سكريبت الحديث ذكي، بفهم إنه هذا رقم، إذا دخلته بعمليات حسابية فبيحوله بدون كاستينج، بس رح ناخذ الكاستينج. طبعا اعمل رن، طلع، طلعت النافذة بالأعلى بليز انتر يور نيم، تكتب اسمك. أحسنت، عشان يعرض على الصفحة زي ما تفضل زميلكم. فقدامك حل من الثلاثة ولا من اثنين؟ من اثنين، أخذنا اثنين بس لعرض على الصفحة. أنا أفضل يا سلامة إنك تضعه بباراجراف قبل السكريبت، قبل السكريبت، وتعطي الباراجراف آي دي. أحسنت، وتكتب له نيم، وتجهز حالك بالستايل وأمورك تمام، وبعدين تقول له الفونت سايز واللي بدك إياه، وتقول له إكس لارج، وبعدين تكتب له مثلا الكلر. هلا بنتخانق على الكلر، بدي إياه إيش يا شباب؟ اختار اللي بدك إياه. فيش عندي غير هدول الألوان ولا فاضي أنا أبحث يا زلمة، بدي أخلص. هاي ماجنتا عشان ما تقولوش هذه ألوان حلوة. طيب مش رح أرد عليك، نرجع لموضوعنا، ارجع لموضوعنا. الآن كتبنا واللارج وكذا، خلصنا الستايل، لكن أنا الآن بدي أعرض من خلال سكريبت. الشباب المصحصحة، الشباب اللي فيها حيل، أحسنت، هاي ملاحظة، أحسنت خطأ، أحسنت خطأ برضو، والله عملي مصحصح. الآن بدي أستخدم أنا قبل جملة document اللي راح يجي الآن سلام ويكتبها ويصر، وبعدين اقول له get by id، وهي راح يكتبها برضه سلامه ويصر، وبعدين انا احط له بينها ايش الاي دي اللي سميته نيم. هاي سميت نيم الباراجراف دوت. احسنت احسنت، هذا احسنت صوابا HTML. نعم احسن صوابا، ليش؟ لانه فعلا احنا حطيناه تحت عمدا عشان نفحص هل انتم صحصحين ولا لا. قلت لك اذا كان تحت سكريبت ما راح يجيبه. انر الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا. هنا يا شباب بدي اكتب ويلكم مستر مين، مستر بين، مستر بين، ويلكم مستر زائد احسنت نيم. المتغير نيم اللي هو يحتفظ، وين احتفظ النيم؟ النيم وين احتفظ؟ حذفناها الجمله اصلا، حذفنا الجمله صح. طيب يا سيدي العزيز عادي، هاي النيم ولا تزعلوا تساوي، وهي عندي ايش؟ انتر انتر ايش؟ يور
ايوه ويندو، وفاصلة منقوطة لا تنسى، وفاصلة منقوطة لا تنسى، وفاصلة منقوطة في الشيء. احسن. اسف. شباب. الان هاي ويندو دوت برومبت، وعندك يا سيد العزيز انتر يور نيم، بعدين بده ياخذ هاي الباراجراف. خطأ الان الثاني هو انه الباراجراف تحت سكريبت، وقلت لك هذا لا يجوز، لازم يكون فوق. طيب ها ولا يزعل ولا يزعل عشان ما يزعلش. هاي يا سيد عزيز، ما احنا جربناها في اللي قبلها، اللي جربناها باللي قبلها ما طلع لي. هي ما طلع لي، لا ما طلع لي كمان انا. ما طلع لك الويندو. ممتاز. هلا لا مش ما طلع لي ويندو، انا بعرض على نفس الصفحه. انا نفس الصفحه، فعرفنا انه ما اشتغلش. قلت لك دائما لما بدك تستدعي بطريقه الاي دي لازم يكون الاي دي فوق سكريبت، قبل السكريبت. بس انا مصممها فوق. الان هاي عندك الباراجراف وزينته وظبطته، وطلع علي لما تكتب اسمك هنا بطلع لك ويلكم. شوف كيف كاتب عمر. ايوه يا شباب. مش مشكلة. ما بين نعم صح. ما هو هي مستر لازم يكون في فاصل بينها بالاسم. خلصنا شباب، بدي اياكم تكتبوا لي خلال 5 دقائق فقط كود لقراءة عددين وضربهم وعرض الناتج على الصفحة. الآن يا شباب نحل المثال بشكل سريع جدا، وبصراحة مش فاضي أقعد أكتب كود، فعشان هيك أنا رجال بدي أعمل كوبي وبيست وخلص. هون بدي أسميه نمبر 1، وهون بدي أسميه إيش نفسها نمبر 2. شباب انتر فيرست نمبر، وعندك انتر سكند ايش سكند نمبر. حلو الكلام. الان باجي هون بديش اطبع من خلال، بدي اطبع مباشره لاني مستعجل، بدي اطبع على نفس الدوكيومنتس، واخذناها من خلال الدوكيومنت دوت رايت. احسنت. و ذا ريزلت اوف مالتيبليكيشن. ناتج الضرب هو از، وبعطيه زائد، ركز معي، وبعطيه ايش، وبعطيه ان او 1 ضرب ان او 2. هل هذا يضر؟ لا يضر يا حبيبي، ما يضر. الان السؤال اللي بيطرح نفسه، اذا يا شباب لاحظتوا شغله مهمه جدا، وهي انه انا لما كتبت الكود هذا عشان توفير لمتغير، اطلع علي انتر يور نيم ما بهمنيش، هذا من الاول. اطلع هنا انتر فيرست نمبر، فيرست نمبر هاي دخلت 3، التاليه 9 في 3 بقديش؟ 27. الان هنا طبع لي الناتج؟ ما طبع لي اياه الناتج. حاطط انا هنا نقطه، ما هو مشكله. الان نعيد حتى نشوف. هاي 3 هاي 9، طلع الناتج. هاي the result of multiplication is 27. حلو. الان انا ما حولت، مع انه انا قلت لك اي شيء بنقراه بالبرومبت بعامله تكست نص string. ليش هنا الجافا سكريبت فيها نسبه من الذكاء؟ طالما استخدمتهم في عمليه ضرب بفهم انه هذول لازم يكونوا ايش؟ اعداد. اذا بدك انت تحوله غصبا عن راسه لقيمة، اطلع معاي هلا هو ايش عامل، معاملة ايش؟ نمبر. نمبر بس انتجر ولا فلوت؟ لا
طلع 3 في 4 طلع هنا 12 12 هاي ايش انتجر. حلو حلو الكلام. انا الاله فرضت بدي احولهم لفلوت او بدي احولهم لانتجر، في عندي كاستنج زي ما اخذنا بالبايثون. كاستنج الكاست هنا اسمه بارس بارس انت، هاي طلعت لك مش تكتبها انت، بارس انت وبتفتح قوس وبتكتب بعدين داخله اللي هي الويندو دوت برومبت وبتسكر القوس وما تنساش. هاي عشان كاست تحول لك اللي راح يقرأه الى عدد انتجر. اذا بدك اياه فلوت بتكتب ايش فلوت، واضح؟ فانا هاي بارس وبتفتح قوس وبتحطه داخل الويندو داخل هاي الاقواس زي ما اخذنا بالبايثون. لا تنسى تسكير الاقواس. الان اطلع علي شو ممكن يكون المخرجات، هل اختلفت ولا زي ما هي؟ احسنت احسنت. هاي الفيس نمبر 9 3 تطلع 27 ما طلعتش، لازم تطلع. ما هم التنتين فلوت مش مشكلة. على العموم تفهمتوا؟ لا 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 فيش داعي، انا فاهم زميلكم بقول لي يا استاذ خلي البارس فلوت عشان تطلع فلوت. يا عمي ماشي بس انت فهمت الفكرة؟ خلص انا هذا اللي بهمني، انا هذا اللي بهمني. هاي افتح قوس، هاي قوس موجود، خلص هاي القوس موجود. انا الان يا شباب عملت بارس فلوت وراح تطلع عندي. خلاصة الحديث شباب فهمت الفكرة كيف تحول؟ يعني ليطمئن قلبك حول. طيب 35 وبرضه لحد الان ما طلعش. حط فاصلة حط فاصلة مش مشكلة. الان فهمتوا الفكرة يا شباب ولا لا؟ عرف كيف تحول؟ خلص خلص الامور عندكم تمام. كيف تحول؟ عشان هذه نقطة مهمة جدا. اذا ما فهم، اذا ما ساعدك على الفهم، هاي 9 و2 بالعشرة ضرب 6 و2 بالعشرة طلع عندك 57.4%. بقبل بقبل اعداد بقبل اعداد. الان جملة الفور كالتالي. الان لو طلب منك ركز معي، هذا كل الكود هذا اللي فوق بدي امسحه بالنسبة لي، وبدكاش تمسحه عطله عطله من خلال اما تعطل كل واحدة وهذا صعب عليك من الجافا سكريبت، او تعطل هذا لان كود HTML في البادي فبدي عطله كاملا. فانا بدي عطله بصراحة عشان اخلص بدي استعجل فيه. اللي كتبناه كاملا ما هو احنا بدناش تقعد نعلق في خلص. هيو هيو من هون تعطيل لهون خلصنا. نبدأ بسكريبت جديد. طبعا يا شباب انا خطأ ان اكتب لك سكريبت، كلهم سكريبت واحد، يعني قصدي ما في داعي تكتب له سكريبت وبعدين تنهي السكريبت وتفتح سكريبت جديد وتنهي، هذا مش مطلوب. هذا لا هو كل سكريبت واحد، بس انا عشان بعمل اكزامبلز يعني امثلة. عرفت كيف؟ واضحة مسألة. طيب نرجع الان لموضوعنا. هاي سكريبت يا شباب، وهذا سكريبت بدي اقوم باستخدام جمل التكرار. لو طلب منك في هذا السكريبت انك تقرأ عدد وتوجد او تطبع لي جدول ضربه، ضرب هذا العدد وين؟ على الجسم. نعم على جسم الصفحة. كيف بدي انا ايش اوجد ايش العدد بدي اقرأه؟ فهمت؟ بديش اقول له ذا فيرست نمبر، بدي اقول له ذا نمبر. انتر ذا نمبر اللي بدي اوجد له مين؟ اللي هو جدول ضربه من 1 لـ10. يعني لو دخلت العدد 5 بدي اقول لي 1 × 5 5 2 × 5 10 3 × 5 15. عرفتوا جدول ضرب الخمسة من 1 لـ10؟ واضح وصلت الفكرة؟ فبدي أعرف هنا نمبر بدي أقرأه وبعدين أجي هنا. طالما العملية اللي بتتكرر، شو العمليات اللي بتتكرر هون؟ الضرب بس؟ أحسنت. الطباعة، الضرب والطباعة، الضرب والطباعة، الضرب والطباعة. بدي تبدأ من 1 لـ10. هذا معدود ولا غير معدود؟ معدود، محدد نقطة البداية ونقطة النهاية. طالما محدد زي ما حكينا بالبايثون بستخدم جملة فور أسهل لي. أحسنتوا. الوايل بتستخدم للمعدود ولا غير؟ بقول لك ادخل حتى ادخل اشارة كذا، حتى ادخل حرف كذا، هذا غير معدود. ممكن تدخل 1 5 6 ارقام بعد 6 اسماء وبعدين ندخل هاي الاشارة. اما هون معدود، نقطة بداية معلومة ونقطة نهاية معلومة. نرجع لموضوعنا. الان انا هون بدي استخدم الفور، الفور زي الجافا، زي كل لغات البرمجة تقريبا. بكتب فور طلع علي. وباجي بستخدم متغير مثلا عداد اسمه اي، شوف اي ما عرفته فوق ما في داعي، وبعطيه نقطة البداية. شو نقطة البداية؟ مثلا بدي ابدا من 1
وبعطيه شرط التوقف طالما انه الاي اقل من او يساوي ايش؟ 10. لحد 10 يوقف. شوف كيف الفرق بين بايثون وبين مين؟ الجافا، بين البايثون والجافا سكريبت. فاصلة منقوطة، زيد 1 بلس بلس اكس هي نفسها معناها اي تساوي اي زائد 1، هي نفسها لما اقول له بلس بلس اي. اعتمدت هاي؟ حلو. هلا في طريقة تانية. نعم، اي بلس ايكوال 1 صح؟ احسن. وهاي برضو نفس الكلام اللي يزيد لي اي اي بلس او بلس بلس اي هي نفسها سواء كتبتها بالاول او بالاخير، بس في فرق بينهم لما تاخذوا شو لغة برمجة الجافا راح تعرفوا شو الفرق بينهم. المهم انه هاي زيادة بواحد. هلا هون ما في نقطتين يا سلامة، هون افتح قوس احسد لي، لا في اندنتيشن ولا مسافة بادئة زي البايثون ولا غلطت يا استاذ سمعتوه. فتحت قوس اي شيء بالاقواس ان شاء الله اندنتيشن صفر، 1 10 كله بالاقواس. الان انا هون بدي اقوم بعمل ايش؟ بدي اعمل العدد قرأته بالنمبر من او. الان بدي اقوم بعطي جملة الطباعة والضرب، جملة الطباعة والضرب بسيطة بدمجهم في جملة واحدة. كيف؟ بقول له document dot write وبفتح قوس وبقول له هنا هنا شو بدي اكتب له؟ بدي اكتب له جملة حلوة يطبع لي i مضروبة في مين؟ في العدد صح؟ بعدين العدد بعدين ايش يزيد الاي صارت 2 في 5 ويعطي الناتج. فهنا بدي يطبع ايش؟ اي احسنت زائد إشارة الضرب، دخلها هنا إشارة الضرب إكس تطلع أحلى، زائد إيش العدد إن أو، فبتصير 1 في 5 بتزيد الآي بتصير 2 في 5 3 في 5 هاي لسه ما حسب، لسه ما حسب. بعدين زائد إيش بدنا نطبع إيش اليساوي صح؟ كيف أطبع اليساوي؟ ولا شيء هيها. بعدين زائد شو بده الآن؟ هنا بدي أحسب، هون بدي احسب. احسنت، هون بقول له الاي ضرب، مش تحط لي ضا اكس، لا هاي ضرب حقيقيه، ضرب الان او فاصله منقوطه. الان عشان ينزل سطر اذا بدك اياهم هيك راح اطبع لك اياهم جنب بعض كلهم، تطبعهم جنب بعض بضرش عادي، هيك راح اطبعهم جنب بعض. بدك اياه ينزل سطر بتقول له زائد علامات تنصيص وتقول له ايش؟ حكيناها بي ار، هاي رايت لين، يعني هاي راح تروح للبراوزر عشان يترجمها نفسها زي ما تروح. بدك ترجع للفيديو. هذه للطباعة لحد اليساوي، هون الحساب، هون الحساب، هاي الضرب، هاي يعني حسب. اطلع معي كيف راح تكون. دخل لي جدول ضرب الستة، طلع 1 في 6 6، 2 في 6 12، 3 في 6 18. عرفت شو الأربعة وعشرين هاي منين جابها؟ جاب اي في نمبر، والأربعة هي اي 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 اي. كيف بيشتغل طيب العداد؟ بدي اياكم تضبطوا حالكم. اسمع كيف بيشتغل اللوب. أول شيء شوف الخطوات، الخطوات كيف بتتم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما يجي بمر على أول جملة مرة واحدة فقط في تاريخه. إيش هي جملة الانيشيال اللي هي اي تساوي 1، بس بمر عليها مرة واحدة بس. فلما يدخل الفور بمر على هاي الجملة واحدة، بعدين بيجي بسأل دائما بسأل هذا الشرط، هل الآي اللي هي 1 أقل من تساوي 10؟ نعم. إذا ترو بدخل نفذ، طلع فوق للفور برجع الآي يساوي 1؟ لا، قلنا مرة واحدة بس. بروح على طول على الشرط، قبل ما يروح على الشرط بنفذ آخر جملة، مش خلص آخر جملة بيجي على هاي الجملة. أحسن. أعيد، اول ما يبدا الفور بس بمر على هاي الجمله مره واحده اي تساوي 1، بعدين منتقل لمين؟ للشرط، هل الواحد اقل من 10؟ نعم. بدخل لما يخلص تنفيذ الجمله او الجمل اخر شيء بيجي على هاي الجمله، يعني هاي اخر جمله بزيد 1. شو صارت اي 2 بيطلع فوق. الان بقول هل 2 اقل من 10؟ نعم. بنفذ بيجي على اخر جمله
اللي هي اي بزيد واحد يصير ثلاثة، بطلع فوق بسأل هل الثلاثة أقل من 10؟ بقول له نعم، فبيروح بنفذ. بعدين بيجي آخر جملة تابعة للفور بزيد بنفذ هاي الجملة اللي هي بلس بلس اي لحد ما يوصل لعشرة. هل 10 أقل من 10؟ نعم، بيجي بنفذ. بعدين بيجي على آخر جملة بزيد بصير 11، بطلع فوق بقول هل الاي أقل من 11 أقل من 10؟ لا، بطلع برا الفور وما بنفذ وبخلص وبكمل البرنامج. نفذوا يا شباب يا حلوين، ومش مهم يبين يا أخي. شباب برجع بعيد، اي بده يجيب قيمتها من المتغير اي، حلو؟ زائد هنا مش معناها اضيف، معناها الحق، هذا نص. الحق إشارة الإكس اللي الضرب، فبتصير واحد زائد أو الحق الضرب اللي هي الإكس، فبتصير واحد إكس زائد الحق قيمة العدد اللي هي خمسة، فبتصير عندك واحد ضرب خمسة، وزائد الحق اللي يساوي، فبتصير واحد ضرب خمسة يساوي. هنا زائد اي، هذا اللي بده يضرب، هذا اللي بده يضرب اي ضرب الان او ويطلع الناتج ويلحقه بالنص وبعدين ينزل سطر بالبي ار. وضحت؟ ممتاز. بذهن بعض يا عمي شايف هاي البلس بلس هاي نشلتها، ها شلتها هاي نشلتها وحطيت لك اياها تحت، برضيك؟ رضيت عنا يا سيدي؟ هاي بس هي نفسها، خلاص رضيت؟ هي نفسها. هلا اطلع علي، اطلع علي، خمسة اطلع، هي نفسها ولا مش هي نفسها؟ الحمد لله. فهي اخر جملة دائما الترم الثالث اخر جملة بتنفذ، فحطيتها تحت اخر جملة، حياك الله، حطيتها زي ما قلنا لك يا عمي، وتريحنا وتريح نفسك وتتبع كل لغات البرمجة الاخرى ويحطوها هون، جزاك الله خيرا، هي نفسها اخر جملة ولا راح يفرق شيء وسلامتكم. بتلاحظوا انه الجافا اعطت نكهه للاتش تي ام ال مش موجوده في الاتش تي ام ال، لانه ما في عندي مقارنه، ما في عندي لوب، ما في عندي كذا، ما في عندي بحث، احسنت، ما في فور، لكن هون اعطت روح لمين؟ للاتش تي ام ال، للاتش تي ام ال، احسنت. يا شباب تستطيع الرابط بين السكريبت بالجافا وبين ال HTML، ما عندك document.write، قلت لك راح تاخذ اللي انت بتكتبه وتوديه لمين؟ للبراوزر. مش كنا نكتب بريك لاين؟ مش كنا نكتب بريك لاين؟ هاي بريك لاين، هاي بي ار، شايفينها؟ ايوه هذه جوا سكريبت كتبتها عشان تروح لمين؟ للبراوزر. حلو؟ نفس الشيء. الان انا ركز معاي شباب، ركز معاي عشان اقول لك شو اللي بدنا نغيره. بداية السكريبت بدي اكتب لك الهيدر تبع التيبل عادي. كيف الجملة يا استاذ؟ هيها document dot write، هيها طول لي بالك شباب، اقطعوا الكلام عشان تستفيدوا. هلا بتفتح عادي تاج اسمه ايش؟ تيبل، وبتحط له عادي border ماشي يساوي مثلا خلينا نقول 3 بكسل، هاي سنجل كوتس، هاي بي اكس وهاي 3. فعادي يا شباب زي كأنك تكتب كود على ال HTML بس من جوا مين؟ من جوا سكريبت. وهي بتسكر، طلع علي وسكرنا. طب وين يا استاذ؟ تعال هنا، طول لي بالك طول لي بالك طول لي بالك. هلا هنا عشان تفهم انا بدي انزل اكتب رايت دوكيومنت ثانيه عشان ما اتلخبط، بصير اكتبها نفس الرايت دوكيومنت الاولى بس انا عشان ما اتلخبط، واضح كلامي؟ يعني يا شباب انا عشان ما اتلخبط بدي اكمل السطر اللي بعده. شو السطر اللي بعده؟ الهيدر صح؟ انا انشات تيبل الهيدر، مش الهيدر اللي هو ايش سميناه؟ تي اتش. اطلع على الرسمة، اطلع على الرسمة، كم التي اتش هذا؟ لاحظوا كله صف واحد، كم سطر، كم عمود عندي؟ اربع اعمدة. شو استخدمت انا في البايثون؟ استخدمت ايش؟ سبان، تتذكروا الكولوم سبان موجودة في ال HTML، موجودة دمجتها، واضح؟ الكول سبان يساوي عندي ايش؟ اربعة، رقم والضرب والرقم الثاني واللي يساوي الناتج.
احسنت. وهنا الان بدي اكتب الجمله اللي في النص شو هي؟ ليش؟ مال طولوا لي بالكم مالتيبليكيشن تيبل. طلع الذكاء، اطلع البرمجه. مالتيبليكيشن تيبل، وبعدين ايش كتبت؟ فور. العدد منين بيجي؟ يا عيني عليك. زائد بده يجيب النمبر اللي قرأناه الان او، شايفين؟ زائد كمل. شو اكمل؟ خلصت. كم خلصت؟ بدك تسكر مين؟ تسكر مين؟ احسنت. هاي تي اتش، واضح؟ ممتاز. اذا مش واضح معناته انت اقطع الكلام عندك عشان يوضح لك. الان هنا بده يطبع سطر سطر في الجدول، بده يطبع ايش؟ سطر سطر. يعني هون شو بقول له؟ طلع علي شو السطر؟ تي ار تيبل رو. هاي فتحت تاج تي ار، سكرته. بعدين جوا تي ار، احسنت، سكرت طبع الاي، طبع الاي في الجدول الاول تي دي، اسف، هاي تي دي، مزبوط تي دي. هلا هنا طبع مين؟ الاي، صح؟ بده يكمل الان، بده يكمل. شو يقول؟ زائد ايش؟ زائد ايش؟ يسكر ايش؟ احسنت، التي دي. بعدين حط زائد، بعدين يطبع ايش؟ احسنت، التي دي اكس. هاي تي دي، خليها مفتوحه، هي نفسها تي دي. وهاي يا سيد عزيز اكس. وطول لي بالك، سكرتها عمي، سكرتها. وهاي التي دي، ما هي الاكس هاي راح تظلها ثابته يا شباب، انتم مش فاهمين علي، راح تظلها ثابته. الان هنا بدنا نروح للعمود اللي بعده، صح؟ ايوه هي حطيتها، خلاص. عشان الاختصار بدي اقول له هون ايش؟ زائد ايش؟ ما فيش داعي لزائد، برضه تي دي للخليه الثانيه، هاي تي دي. احسنتوا، بتلخبط شوي. الان بسكر، بجيب النمبر، صح؟ بعدين بقول له زائد، سكر التي دي، علامات التنصيص. صعبه؟ بتعجق. بدها هداوه، بدها ذكاء، صح؟ زائد. الان هنا اليساوي ما بدي اياه، بدي العمود هذا على طول، ما فيش داعي. اذا بدي افتح تي دي، هاي تي دي، هاي تي دي. كم صرنا؟ كم تي دي هلا؟ هلا بنسكر، بنفتح، بنسكر التي دي. شو نسوي يا سيد عزيز؟ مش احنا بدنا برمجه؟ مش احنا بدنا البرمجه ولا هم غصبونا عليها؟ ممتاز. هاي الزلمه بخمس ثواني جاب لك اياه من تشات جي بي تي. كم تي دي عندي؟ ممتاز، اموري تمام. في شيء نسيته؟ كم عمود عندي؟ واحد، اثنين. طولي بالك اشوف العمود. الاكس مضبوطه. وهالان نسكر تي ار. سكرنا تي ار، بس هذا سطر 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 سطر. نجرب ولا تكرار؟ هاي ستة، اطلع. يا سلام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قولوا لا ما شاء الله. شفت السبان؟ شفت الكول سبان شو سوت؟ دمجت الأربعة، التيبل فور ستة. شفتوا الدي لا طول لي بالك، شفت الديناميكية؟ يعني جدول ضرب السبعة، جدول ضرب التسعة، اطلع، تسعة متغيرة، هيا تسعة، واحد في تسعة، اثنين في تسعة 18، ثلاثة في تسعة 27، ويعطيكم العافية.